اهلا بحضراتكم. فقرتنا الحواريه الاولى هنا في البيت الكبير، اتنين من النقاد الرياضيين الكبار جدا يمكن هنتكلم معاهم، اولا على طبعا ملف النادي الاهلي ومباراه بكره ان شاء الله، وكمان على التقرير الرائع اللي شفناه، تاريخ لقاءات النادي الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. خلينا نرحب بالاستاذ الكبير الاستاذ جمال زهير. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك كابتن، نورنا، ربنا يخليك. طبعا الناقد الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح. انا كابتن. مساء الخير يا استاذ سامي. مساء الخير، اخباركم ايه؟ والله تمام الحمد لله. نفرح بكره بالماتش كجماهير مصريه اولا واخيرا، ونشوف اداء كويس من فرقتين وروح رياضيه عاليه ان شاء الله. ان شاء الله هنتكلم طبعا على المباراه، يمكن تاريخ لقاءات النادي الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه، 8 لقاءات، يعني كان 5 فوز للاهلي وثلاثه تعادل وما كانش فيه هزيمه. هل ليه الارقام التاريخيه دي مدلول بكره، ولا بكره بيبقى مباراه من ليها طابع خاص واجواء خاصه؟ يعني هو طبعا اليوم بكره استثنائي زي ما ذكر التقرير، انه اول ماتش نهائي بطوله انديه ابطال، طبعا ما حصلش قبل كده ان يلتقي الاهلي والزمالك في هذا النهائي. طبعا يعني الحلم البطوله تتكلم في 90 دقيقه او 120 دقيقه، يعني فحلم كبير جدا للفرقتين. الاهلي بيسعى للتسعه وهي مش بعيد عنه، والزمالك برضه في حاله جيده واللقب السادس، هو عنده 5 القاب. انا شايف ان المباراه كبيره وصعبه على الفرقتين، الدور هيلعب فيها الدور المهاري لبعض اللاعبين دور كبير جدا، والحارسين الشناوي وابو جبل، يعني ده برضه من ملامح هذا التشكيل. انا المهم يعني ظرف الكورونا الاستثنائي اللي حل على هذا النهائي، سواء حتى في الدور قبل النهائي كان له برضه بصمات وحل ويعني طارد الفرقتين في الدور قبل في الدور النهائي. فانا شايف بس ان الاهلي اكثر تاثرا بهذا الفيروس اللعين، وانما طبعا ردت اللعيبه وروح احساسهم بروح الجماهير دي نقطه مهمه جدا، يعني حتى المباراه بدون جمهور، لكن استحضار الجمهور في يعني قلوب اللاعبين دي نقطه مهمه. يعني انا يعني في حاجه مهمه جدا، ان معظم اللعيبه دي ما لعبتش نهائي افريقيا قبل كده، لكن عندهم استعداد ان للقب، وعندهم عزيمه عاليه جدا، وده لامسينه في العروض الاخيره خصوصا مع الوداد المغربي، قد ايه هم كانوا يعني متشبثين بحلم اللقب. يبقى استحضار روح الجماهير معاهم في الملعب عشان يقدروا يوصلوا للقب وكاس الاميره السوداء اللي هو يعني غايب بقاله 6-7 سنين تقريبا، 2013 من 2013. فطبعا اللقب مهم جدا، ويعني الجائزه الاكبر بعد كده اذا كان هيبقى في كاس العالم للانديه، طبعا دي جائزه ظهور جديد لبطل افريقيا من مصر، يعني هي كاس مصريه ان شاء الله، وده العلامه اللي بنحطها عليها وبنهتم بيها جدا كنقاد رياضيين. صحيح ان شاء الله كاس مصريه اهلاويه باذن الله. يعني كلنا نتمنى. وانت كده مش غلطان، انت هي مصريه اهلاويه، ومع كل الاحترام طبعا للمنافس. لا طبعا اكيد، يعني هي نقدر نقول برضو كابتن انه هذه البطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني اللقب ده مهم جدا، ويمكن النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت كلها كان هو الاكثر تاهلا الى هذه النقطه، الى المباريات النهائيه، وكان بيخرج في الدور النهائي لاسباب، يعني انا بشوف ان يعني خروج بسهوله جدا وغير متوقع، يعني الاهلي كان اقرب للفوز في مرتين متتاليتين اللي هم البطولات السابقه، انما احنا بنتكلم بقى على البطوله دي. النادي الاهلي هذا الموسم هو الاكثر جاهزيه والاكثر اكتمالا طول الموسم، حتى على مستوى الدوري العام هو المتفوق بشكل كبير، بدليل الفارق النقاط اللي بينه وبين اقرب المنافسين له يعني في البطوله، وحسم بطوله الدوري مبكرا،
ده يدل على ان النادي الاهلي صاحب نفس اطول، وانا بتمنى انه النفس الطويل ده يبقى موجود في المباراه النهائيه. يعني يمكن انا تابعت برضو حوارك امبارح كان مع كابتن ماهر همام وكابتن عادل طهيمه تقريبا كان موجود، وانا مع وجهه نظر كابتن ماهر همام في، ويمكن انا بقولها لك يعني في كذا لقاء، انه الدفاع الكويس، لانه الزمالك اعتمد خلال اخر لقاءات مع النادي الاهلي على انه هو كارتيرون كان بيعرف عارف امكانيات الفريق بتاعه، فكان بيلعب على انه يامن دفاعيا كويس قوي ويعتمد على الهجمات المرتده. فانا بتمنى انه فرقه النادي الاهلي بكره باذن الله تبقى يعني واعيه او يقظه لهذه النقطه. ويمكن قريت تصريح برضو للمساعد بتاع موسيماني في اللي هو اللي كان مساعد هناك معاه في فريقه يعني افريقيا بالظبط بالظبط اسمه هو كان دلوقتي ماسك مدير الفني لسان داونز بالظبط، فهو كان مساعد معاه بالزبط. وقال تصريح مهم جدا انه موسيماني لسه حتى هذه اللحظه رغم الاداء الكويس للنادي الاهلي مع موسيماني اللي كل الناس معترفه بيه، انما لسه ما وصلش كل حاجه ويعني ما حصلش الانسجام الكامل بينه وبين اللعيبه. صحيح ده حقيقي. وبالتالي فهو يعني انا بقى اللي بقول ان انا بميل لوجهه النظر، مش هو اللي بيقلدني يعني، انا اللي بقلده، انه هو قال فعلا انه يجب الحذر. الحذر هنا مش معناه الدفاع اللي هو العشوائي، بالعكس، ما هو انت عندك الامكانيات ان انت تبقى حاطط الفرقه اللي قدامك وتشجعها على ان هي تهاجم، ما تلعبش بشكل دفاعي، لانه لازم تخليه يفتح خطوطه يعني. صحيح. يعني هنا هتبقى المعادله الصعبه هنا انه هو الفريق المنافس نادي الزمالك هيبقى بيتمهل شويه في انه يعني ممكن احساس القوه عندك او احساس تفوق عندك في النادي الاهلي يغريك او يغري اللاعبين بانهم يهاجموا من اول دقيقه. بص انا اكلمك يعني في النقطه، انا فاهم وجهه نظر حضرتك، ويمكن بس مش معناه دفاع عشوائي هاخدها لا طبعا هاخدها في اطار تقييمي حتى للمباراه، مباراه الدوري اللي الاهلي اتغلب فيها 3-1. تمام. لو بصيت لمجمل المباراه هتلاقي ان النادي الزمالك يعني خلق اربع فرص للتهديف بالظبط، احرز منهم ثلاثة بالظبط. النادي الاهلي خلق تقريبا سبع فرص للتهديف احرز منه هدف، ودي النقطة اللي كنت بتكلم عليها، ان الفريق اللي اقل ارتكابا للاخطاء هيكون عنده اولوية في الفوز. الفريق كمان اللي اكتر تركيز على مدار ده مهم جدا 120 دقيقة هيكون عنده قدرة على الفوز. كمان النقطة المهمة جدا، الفريق اللي استغلاله للفرص يكون اكتر، يعني لو انت النادي الاهلي المباراة قليلة لان خصوصا عندك 8 فرص جبت منهم 4 تمام 50% كنت هتفوز بالمباراة. فكل دوت اكيد طبعا توفيق ربنا والحاجه، هي دي نقطه بس كابتن، هي نقطه يعني نقطه مهمه جدا. هي هنا مش دعوه الى الدفاع، لا بالعكس، هي دعوه الى السيطره، ولكن انت حاطط الفرقه المنافسه امامك صحيح واخد بالك، وبتحاول كمان بتغريه شويه ان هو يشاركك، ما يبقاش المساله بالنسبه له هو مطلوب ان هو يدافع فقط ويستغل اندفاعك يستغل فرصة من ويستغل اندفاعك من اي هجمة مرتدة ويسجل فيك. وفي هذه الحالة بيبقى صعب جدا لما تبقى انت الافضل والفريق اللي هو بيلعب دفاعي يحرز في مرماك، دي بتخليه هو معنويا عالي وانت نفسيا بتتأثر. صحيح. صحيح. هي دي الفكرة، يعني يمكن انا اتبسطت ان انا سامعها من كابتن ماهر همام كراجل مدافع قديم وخبرات كبيره جدا، وبرضه بسمعها من حضرتك ايدك تماما فدي نقطه مهمه جدا. اما بالنسبه للتاريخ، تاريخ دايما انا بقول ان هو تاريخ النادي الاهلي مشرف ورائع بدليل الارقام اللي اتقالت دلوقتي، اللي هي لم يتعرض النادي الاهلي لاي خساره من نادي الزمالك في الثمان لقاءات اللي لعبوهم، 5 مرات فوز وثلاثة تعادل. انما انا هخلي التاريخ ده احنا بنحب نتكلم فيه قبل الماتش،
هو اسمه كمان تاريخ عشان الناس برضه ما تنساش ان التاريخ بالزبط. مدلول هو بيدي ثقه شويه لكن ده تاريخ واتكتب. ايوه اللي احنا فيه بقى دلوقتي هو الحاضر اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو انت كيف تستطيع بامكانيات لاعبتك ان انت تحقق انك تبقى ليدنج عليه يعني. طيب انا هاخد جزئيه وجزئيه من كلمه التاريخ واسال حضراتكم انتوا الاثنين وابدا بالاستاذ سامي. حضراتكم طبعا مريتوا ك يعني نقاد رياضيين سنوات طويله جدا جدا وعاصرتوا مباراه قمه كبيره جدا. عايز اشوف التناول الاعلامي من خلال حضراتكم او من الاجواء الاعلاميه هل اختلفت زمان عن دلوقتي؟ وابدا بالاستاذ سامي. طبعا يعني في السابق هنقول بس 10 سنين بس فاتوا يعني قبل ما تخش السوشيال ميديا واستديوهات التحليل والاجواء دي كلها كان الاستاد ده بالنسبه لنا هو معبد يعني. فيعني بنخش فيه من قبل الماتش بساعتين نجهز بورقنا وبزجاجاتنا. كنتوا بتروحوا الساعه كام؟ كانت دايما بتهيألي ماتش الاهلي والزمالك الساعه 3 الظهر على ما افتكر يعني لازم قبل الماتش بساعتين. لو 3 هتروح الساعه 10 او 9 يعني انا افتكر يعني طبعا غير قبل كده كمان كنا مشجعين مثلا ماتش ماتش الاسماعيلي والانجلبير مثلا 9 انا رايح من الساعه 10 الصبح يعني ده حاجه استثنائيه. فطبعا كنا بنروح عشان نستمتع يعني مش مجرد بس هنشتغل لا بنروح نستمتع كمان. وكانت كل الادوات تحت ايدينا يعني مفيش حاجه يعني يا اما شاشه تلفزيون مع المشاهد يا اما الجورنال مفيش وسائل اخرى. بقى بتلاقوا صعوبه كبيره جدا انك تعرف تشكيل الفرقه. لا كان يعني في ما كانش زي دلوقتي برضه يعني الامور لا كان طبعا اصعب شويه في حاجه بس كل حاجه كانت تعبير مش موجود دلوقتي. كنا بنملي متخيل يعني كنا بالتليفون احيانا طبعا طبعا التمليه دي كان معروفه جدا نكتب على تليفون نشوف هنعمل ايه اذا كان ماتش خارج الاستاد يعني او يعني طبعا ما كانش فيه موبايلات كل الكلام ده يعني حاجه احنا بنتكلم في 10 20 سنه فات قبل كده الدنيا كانت مختلفه لكن طبعا مباراه القمه بالذات بين الاهلي والزمالك دي احتفاليه خاصه بنجهز لها جيوش يعني جيوش من الزملاء كل واحد في له اختصاص معين عشان يطلع احسن ما عنده للقارئ تاني يوم. فطبعا كانت بتبقى متعه حقيقيه ويعني صاحب الشرف الكبير جدا هو اللي هيكتب التحليل اللي طبعا ده السوبر مان في يعني اللي هو واخد الجائزه الكبرى اللي يكتب تحليل مباراه تحليل المباراه قبل بدايه المباراه. طبعا اجواء جميله جدا وما زالت الحقيقه جميله. طبعا يعني التحديثات اللي موجوده دلوقتي من موبايلات من السوشيال ميديا من النت كل ده ساعد الصحفيين كتير جدا ان هم يكونوا اسرع في تقديم خدمه متطوره. الاتحادات يعني مقابله اللاعبين والنجوم بعد المباراه دي كانت مساله صعبه شويه ده اصبحت سهله ومنظمه. يعني الحاجات دي كلها يعني بتدي البعد اجمل للتغطيه ما بقاش مثلا تحليل وبس. بس بتحس برضو ايام زمان رغم المعاناه بس بتحس ان كان فيها في معاناه يعني انا ساعات كنت بقعد انا بالكاميرا ورا الجول يعني بشتغل محرر ومصور ورا الجول. احنا اشتغلنا كمان مع ناس يعني انا في الفتره اللي كنت فيها لسه بادئ في الاخبار كان معانا مثلا كابتن احمد مكاوي نجم الاهلي ومصر القديم وهو اللي كان بيحلل هو اللي بيكتب المباراه. فهو كان في فتره معينه لما كبر يعني شويه ما كانش هو بيكتب بايده يعني كان بيجي انا استناه انا كنت لسه بتدرب استناه في الجورنال يقول هو يجي من الملعب واقعد ده دي بدايه يعني وانا اقعد هو يقول لي هو عاوز يكتب ايه وانا اكتبه يعني كان تحت اشراف الاستاذ عبد المجيد نعمان مخصصني كما لو كنت انا متعين عشان كده. فانا استفدت جدا من التجربه دي رغم انها تجربه صعبه انما كنت بقعد انا اتملى منه وهو قاعد قدامي واخد بالك ومثلا عبال ما يخلص الماتش كان بيدخن طبعا يخلص علبه سجاير وانا قاعد قدامه اتعلمت لا انا كنت بتعلم منه ايه بقى طريقه تحليله مصطلحاته شايف الماتش ازاي دي خلتنا بعد فتره لما بدانا احنا نكتب ماتشات لا انا عندي الخلفيه من واحد خبره كبيره في كره القدم ده صاحب اول هدف
في الدوري لصالح النادي الاهلي. كنت اسمع كمان يا استاذ جمال استاذ سامي ان كان بيبقى في تنافس ما بين الصحف على اقوى المنشطات يعني. دي موضوع تاني قصه كبيره جدا. لا لازم بس راح لان كان وانا صغير كنت بفتكر كده والدي الله يرحمه وخالي ينزلوا يجيبوا يقول لك شفت مش عارف جورنان الحمد لله حاسس بص الاعلان. انا طبعا اشعر بذلك ان انا احد تلاميذ الراحل حمدي النحاس اللي كان بيعمل بعد كل ماتش كونسولته منشط يعني صحيح. مش مهم المكتوب ايه المهم المنشط ايه. لا خلينا قبل الماتشات قبل المباريات مباريات القمه المنشطات العريضه دي اكيد كانت بتطلع برضو حماسيه. الجورنان هو الوسيله الوحيده يعني بجانب يعني قبل الماتش وبعد الماتش يعني وما بينهما شاشه التلفزيون. فطبعا استاذ حمدي النحاس كان بيعمل وعلمنا الحقيقه وعلمنا ازاي المنشط يعني كانت له منشطات لاذعه جدا وفي الجزء ده الحاجات سجعيه او قويه جدا عنيفه يا فرحنا يا هنانا الاهلي فرحنا وهنانا حاجه كده وفيها قسوه احيانا يعني فيها قسوه يعني طبعا يعني لما يبقى فيها نقد حقيقي يزعلك بس يفوقك لو انت خسران ولا بتاع. وكان عندنا مقوله شهيره جدا الوالي المهزوم الويل للمهزوم اينما كان اهل زمالك الاتحاد كده قبل المباراه الويل للمهزوم. فطبعا كنا بنقصوا عليه شويه وده كان عشان مفهوم توزيعي يعني والناس حابه كده. فطبعا ما كانش حد بيزعل على كانش حد بيزعل على لان ما كانش في اي اولا ما فيش تجاوز بالظبط يعني كان حتى في دم خفيف ولكن باحترام يعني مفيش اهانه خروج عن النص ما كانش موجود. لا ممكن يكون عنوان يشدك بس انت كمان ينتقدك وانت بتضحك يعني بالظبط. في بيبقى في طوابير على الجرايد الصبح يعني قبل يعني مثلا في النهارده الطبعه الاولى مثلا بالليل او انت خارج من السينما او انت خارج من النادي لازم تدور عليها. تفتكر بعد الماتشات كان يجي مثلا عندنا في الاخبار الاهلي مثلا كسبان فالناس تيجي واقفه بتكتب تحت الجورنان تحت الجورنان والله اكتب يا نعمان عن الاهلي بتاع زمان. حلو قوي ده جميل. والله الناس نفسها بتقول منشطات بتطلع عناوين انت متخيل يعني معنى شوف مدى التلاحم يعني يمكن ده مش موجود دلوقتي. لا يعني الناس بقت بتتفرج على السوشيال ميديا على طول يعني هو قاعد دلوقتي بيتفرج لكن ان هو يروح وتلاقي مظاهره تحت الجريده اهلاويه او اهلاويه بيحتفلوا بطريقتهم فييجوا يعملوا حاجات معينه. بس عايز اقول لك كابتن هاني ان المنشط حتى لو فيه قسوه او التحليل لو فيه قسوه شويه تاني يوم لو انت في النادي الاهلي او نادي الزمالك وهو خسران تلاقي ترحيب بيك يعني في احترام وفي ده بيحترمك وده بيقدرك ومفيش اي مشكله خالص حتى لو في شويه عتاب يعني لو في شويه بس عمر ما كان في تجارب يعني حتى يعني حتى على المستوى المهني كان مثلا صحفي معروف عنه انه اهلاوي ممكن يروح يغطي نادي الزمالك والعكس عادي جدا. عارف الكابتن مكاوي خلي بالك الكلام دلوقتي دوت عارف كابتن مكاوي قعدته المفضله كانت في نادي الزمالك فعلا والله بعد ما يخلص لعب كمان ويخلص أنا بعد ما ابتدى يبقى صحفي اضيف على كلهم اضيف على كابتن جمال الله يرحمه كابتن ياكن طبعا كابتن ياكن والناس كل وكابتن ابو رجيله والمجموعه دي كانوا بيروحوا يقعدوا مع بعض اضيف يعني على الكلام ده يعني كابتن طارق سليم رحمه الله عليه كان قعدته المفضله عند كابتن حنفي بسطان في نادي الزمالك مثلا يعني كان في تداخل كبير جدا وحتى لما كابتن حسن حلمي مسك الفتره كده على ما اتذكر اتحاد الكوره النادي الاهلي اداره النادي الاهلي كانت بترفع له تعظيم سلام على طول في كل قراراته يعني دي مش فاكر ايه يعني دي قريناها كمان وحضرناها لما كابتن حسن لما كابتن صالح سليم نجح لاول مره كرئيس للنادي الاهلي كابتن حلمي قال اروح اهنيه كابتن صالح سمع هو اللي راح له هو راح له نادي راح يعني قال لا حلمي راحت فين الروح ديت يعني انتوا وانا جزء من الكيان ده لان انا عشت الجزئيه ديت وانا حتى ما كانش يعني انا لعبت يمكن اربعه قمه قدام نادي الزمالك الاجواء كانت مختلفه حتى مش هنقول ان نوع من انواع التعصب لكن الاهلاويه اللي بجد ما كانش عندهم ده بيتمنوا الخير وبيتمنوا الفوز لكن الاجواء كانت اهدى من كده كتير جدا. وبعدين بعد المباراه بتلاقي الناس
بتزعل شويه، لكن على طول بعديها مفيش بقى التنمر ومفيش التحفيل ومفيش الكلام ده، لا ومفيش الغل، مفيش غل. ممكن اقول لك كلمه لكن هزار، بنقعد مع بعض ونتكلم يعني. اصل انت المباراه هي اللي بتحسم يعني، ما احنا دايما صوتنا راح في الكلام ده. انا عايز اكسب الفريق ده صح، انت عايز تكسبني كويس، الشاطر هو اللي يلعب ويكسب في الملعب، في الملعب بعد كده ولا قبل كده، ده كله ما حدش هيفتكره، انت هتفتكر نتائج وسلوكيات واداء كويس هيسجل لك وخلاص. اصبحت الاجواء مش في الملعب بس، دي المشكله. ما بقاش في الملعب، بقت في الادارات وفي الاستوديوهات وفي التحفيل في السوشيال ميديا. يعني المساله خرجت عن، حصل انفلات يعني. يعني النهارده مسؤول ما في نادي ما بيسخن الدنيا عشان حساباته هو، مش يعني مش عشان فرقته يعني، هو بس يعني غرضه ان هو شخصيا يبقى فوق الجميع. مثل هذه الاجواء يعني لازم تترك اثار سيئه جدا في الناس اللي هي مش مدركه يعني ايه روح رياضيه. يعني دي مساله روح رياضيه، دي انا بعلم عليها ان هي فعلا في حاله انحدار يعني. دي مش عايزين يعني ننساها الحته دي، محتاجين يعني احنا الدور عليكم برضه، او مش يعني انتم ما شاء الله بنتمنى ان المبادره اللي بدات اللي عملها المجلس الاعلى للاعلام ما تنتهيش بعد الماتش مع وزاره الرياضه، ما تبقاش حاجه مرتبطه بالمباراه دي وخلاص. ده مفروض يبقى اتجاه، ومفروض اي حد عنده نيه او هيفسد العلاقه بين الاهلي والزمالك، العلاقه اللي هي التاريخيه دي، ما هيتقابلوا الاف المرات صحيح. يعني احنا طول عمرنا نعمل ايه؟ نعد كم لقاء بين الاهلي والزمالك؟ احنا بنعد من هم كان العدد لسه صغير، كان عدد صغير. ما هو انت 30 سنه مثلا هتعد تلاقي ماتشات كتيره طبعا، هتلاقي 60 70 80 ماتش زياده. فهي الفكره كلها انه انا كمان مش عايز نغمه ان المباراه دي التاريخيه ومباراه القرن والكلام ده تاخد حيز اكبر. ليه؟ لان هي مباراه مهمه وهي مباراه تاريخيه، انما انا من وجهه نظري ليست مباراه القرن. ما احنا هنرجع تاني مش مباراه القرن، يعني خلي بالك هي الاجواء اللي حصلت حوالين هذه المباراه ممكن مكبره قيمه المباراه، لكن اولا واخيرا هي مباراه ان شاء الله ربنا سهل الاهلي يكون بطل فيها، لكن مباراه تعدي وهيجي بعدها مباراه كاس وهيجي دوري وهيجي بطوله افريقيا تاني، يعني هيلتقوا ده قريب قوي كتير كاس. كتير فهي الفكره كلها ايه يا كابتن؟ انا اقصد ان احنا مش عايزين نخلي الامور تتضخم قوي وبعدين نرجع نحاول نعالج ما نعرفش. لا، هي مباراة مهمة جدا تاريخية، تاريخية واخد بالك، انما لا هي مباراة بس مباراة، انما هي في النهاية مباراة وهتعد وهيجي غيرها ويفوز بيها يعني احنا كنا كل في والاكثر مفيش يعني من 10 ايام كنا سعداء جدا باداء منتخب مصر وانتقاله يعني تفضله لمجموعته. يعني الحالة دي محتاجين ننميها اكتر من كده يعني، ودي سهله مش صعبه. الشغل اللي حضراتكم كمان جزء منه مش لا برضو. ايه المانع مثلا الاهلاوي يتمنى ان الاهلي يكسب؟ ما ده حقه طبيعي. ما انا اكيد يعني حق مشروع يعني، مش عايز اقول انها مباراه روح رياضيه بمعنى انه ايه الزملكاوي يتمنى فوز الاهلي والاهلي يتمنى لا بالعكس. يعني انا اتمنى ان الاهلي يكسب، لكن في نفس الوقت بحترم نادي الزمالك لكن للاسف في بعض الناس تقول لك انا اهلاوي اتمنى الاهلي يكسب بس الزمالك كذا كابتن هاني في ظاهره يعني. نسال نفسنا سؤال، الاهلي فاز بالبطوله باللقب ده 8 مرات والزمالك 5 مرات هل في المرات السابقه دي قبل التطورات الصعبه اللي حصلت دي ما كانش في جمهور اهلاوي في ماتشات الزمالك وفي الاخر وهو بيلعب النهائي او العكس جمهور زملكاوي لا كان فيه وبيساند وبيشجع وكان صوره جميله جدا، الصوره الايجابيه الرائعه اللي كانت الجماهير المصريه في 2010 كاس الامم الافريقيه 2010 يعني 2006 كمان 2006 طبعا 2006 فيعني هذا 2006 مظبوط هذه الصوره الجميله يعني محتاجين نستعيدها تاني. مش صعبة على فكرة يعني، هي مش صعبة بس لازم الأول نعرف يعني إيه رياضة. وإحنا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المؤتمر الأخير يعني تم طرح نقطة مهمة جدا، إن يكون
التربية الرياضية بمعناها الروح الرياضية مادة تدرس في المدارس من أول جديد، لأن فعلا الأجيال اللي طالعة دي محتاجة تتظبط في الحتة دي. يعني أكيد. لأن اللي شغالين على السوشيال ميديا من الشباب الصغير أو من يعني للأسف الشديد اللي استشهدوا في صيد بورسعيد برضه من الشباب الصغير، واللي جانوا عليهم برضه من الشباب. طبعا أنا عايز أخذ رأي حضرتكم في الجزئية ديت بشكل مفصل شوية. اتفضل. أكيد يعني الكنترول على السوشيال ميديا ده شيء صعب. خلينا نتحكم في ده، هكمل كلامي. ماشي. يعني في طبعا مراقبه وفي دلوقتي نيابه بالنسبه للانترنت وكل حاجه، بس خلينا نتكلم المطروح واللي نقدر نعمل عليه كنترول هو طبعا الاعلام المرئي والمسموع وكمان المكتوب، لان لسه دلوقتي في كمان مكتوب. يعني وانتوا طبعا اعلاميين كبار وفي المجال ده بقالكم سنين، مش ان الاوان ان يكون في يعني عقوبه وحكومه كبيره جدا لكل من يخرج عن الاداب وكل من يخرج عن الروح الرياضيه والسلوكيه ومن يعني يحفز جزء من التعصب؟ هو مش لازم بقى دوت يكون بصراحه اللي يغلط يتقطع رقبته. اللي عمله المجلس، يعني اللي عمله المجلس الاعلى للاعلام بالخطوه اللي حضرتك اتكلمت عليها ان هو بدايه لتطبيق ده، بس هي المشكله برضو يا كابتن هاني ما هياش في الصحافه المصريه والاعلام اللي هو الرسمي المنتظم اللي هو تلفزيون، حتى لو قنوات خاصه. يعني انا بشوف قناه الاهلي ملتزمه جدا جدا، يعني بصراحه يعني ما فيش تجاوز تجاه الاخر في القنوات كلها والاذاعات كلها والصحافه كلها مهما كانت متعصبه عندها حد ادنى من الالتزام. هي المشكله كلها انه لما يطلع في هذا الاعلام النظامي او الاعلام المنتظم صوت مبالغ فيه يطلع واحد، ده اللي بيخلي السوشيال ميديا تولع. يعني ما هو برضو السوشيال ميديا قمه الضيوف، مع احترامي لبعض البرامج، قمه الضيوف ما بيكونش على مستوى الحدث، بمعنى ان ممكن جدا الضيف او النجم دوت وهو يمكن يكون عايز يعمل تريند او عايز يبقى له، انت جبت المفيد، او عايز يرضي مسؤول. مين بقى يعني مين المسؤول عن القصه؟ احنا طبعا انا قاعد مجلس اللجنه تنظيم ضبط الاعلام الرياضي، في لائحه فعلا عقوبيه في موجوده، مش محتاجين ندور عليها، ومفيده جدا وشامله وجامعه لكل حاجه. ولكن طبعا احنا في اللجنه اردنا ان احنا ننبه في البدايات وناخذ بالحسنى، ويا جماعه خلي بالكم وخلي بالكم اسبوع اسبوعين ايقاف الكلام الهادي ده، عشان برضه انت قلت الكلمه الترند دي اصبحت لقمه عيش للاخرين. يعني اصبح يعني في ناس خلينا ترند في الحلو، مش لازم يبقى ترند في الوحش. عمر يعني الترند بقى ما يجي في الحاجه الحلوه. يعني عايز تعمل ترند لازم حراق، تعمل حاجه غلط اشتم يعني هتطلع تتجاوز وبتاع يعني، وهي مفهوم كده خلاص، ده بيورث ده وده بيدي ده وده بيفهم ده. يعني لدرجه ان انا يعني في احد، انا يعني هتناول بدون ذكر اسماء، احد البرامج يعني وسجلناها وانظرناهم اعلامي محترم جدا ومرئي ومتشاف بشكل جميل في برنامجه، بيسال اثنين من الزملاء مين اكثر جماهيريه قبل الكلام ده الاسبوع اللي فات، الاهلي ولا الزمالك؟ هو السؤال اصلا يعني سؤال غلط طرح يعني انت هتسال مين، انت هتسال مين ومين اللي هيجاوبك؟ فالمهم فوجئت ان الاجابات جات له بشكل ترند برضه، يعني ده يقول عكس النتيجه يعني لا 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 هو نتيجه ال لا ما عكسش حاجه، لما السؤال اطرح من الاعلامي القيم المحترم وترد عليه من الزملاء المحترمين بشكل غير لائق، ده يقول ده اكثر يقول له اكثر ما بيفهموش لا باللفظ كده ما بيفهموش في الكوره. فيعني دخلنا، ما هي دي الجزئيه اللي حضرتك، هي دي اللي بتدخل دخلنا في العصبيه وبتدخل التعصب منعطف مش كويس. ورغم انه عند ناس عندهم خبرات ويعني لهم تقدير، مين ده؟
مش لا بغض النظر يعني احنا بنتكلم في قضيه عامه يا استاذ جمال يعني معلش هو برضه يعني كنا متعشمين انه يكون اكثر ذكاء واكثر وعيا وما يقعش الوقعه دي ولا الزملاء يقعوا نفس الوقعه. طبعا مثل هذه الامور يعني نتمنى ان هي يعني نخف منها شويه ونحافظ على بلدنا اللي احنا بنبني من اول يعني بلد جديده حديثه ويعني وعايزين رياضتنا احنا بسم الله ما شاء الله الرياضه عندنا في مصر بتعلو وبتحقق انجازات ده حقيقي كمان عايزين مش كره القدم بس يعني في كل الرياضات كابتن احنا عايزين فهنوصل ان شاء الله مع طوكيو ان احنا نكون في احسن مستوى بتشجيع الناس كلها استاذ وربنا كان قبل كده هل التعصب كان بهذا الشكل ما كان موجود اهلي وزمالك هو طول عمرنا ما في اهلي وزمالك بس هل كان التعصب لا ما كانش في تعصب الصوره اللي موجوده في تشجيع وحماس يبقى هذا التعصب انا في رايي بدا يوم ما تجرأ البعض وابتدوا يتمنوا هزيمه المنافس يعني مثلا الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا يطلع بعض الناس اللي بيقولوا على نفسهم زملكاويه يا سيدي انت جواك ومن في قلبك مش حابب الاهلي خليها في سرك كان زمان كده يعني مثلا انا اهلاوي مش عايز الزمالك بس هو لو بس ما طلعش يقول هو لو قالها لا ما تجرأش هو تطلع تقولها في هو لو قالها وانت كمان لما بيقولها بيحصل ايه الجهر بيحصل ترند بص انا بقول الجهر عارف الجهر بالكراهيه ده شيء مرفوض يعني انا النهارده يا سيدي انت بتشجع ناديك مالكش دعوه بالنادي التاني ما تعلقش لو واحد قال لك تتمنى له ايه قول له مش هقول انما ما تطلعش اعلامي وفي قنوات وحاجات وتقعد تناقش قضايا تثير الحزازيه هي دي النقطه انا بسالك بقى سؤال يا كابتن اتفضل هل الاحتراف ملايينه لها دور في الحوار ده لا الاحتراف لا بص احنا برضو خدنا الاحتراف واحنا بندخل كل حاجه تحت الاحتراف الاحتراف معناه الالتزام الاحتراف معناه انك تكون بتجيد عملك بشكل اكتر من رائع الاحتراف انك بتحترم الخصم الاحتراف يعني ملوش علاقه بزياده لا الموضوع يعني. التعصب ده في بعض التعصب موجود في يعني انا كنت في المانيا وعشت فيه تعصب ولكن ليس بهذا الكم وبهذا الكيف يعني انت كمان في نوع يعني يقول لك البايرن ومثلا وانا كنت بلعب في بريمن يقول لك لا احنا ما بنحبش البايرن لكن يوم ما البايرن مثلا بيلعب تشامبيونز ليج يبقى المانيا بتلعب بالظبط كده ومحدش يقدر يطلع يكلم مثلا بالزبط. في التلفزيون يقول لك وهو مثلا من بريمن انا بكره كلمه انا بكره البايرن ده مستحيل تطلع من اي حد هو ده اللي احنا بنتكلم فيه انت من حقك تشجع اللي انت عايزه محدش بيقول لك بالزبط. شجعني غصب عنك بس على الاقل ما تستفزنيش هل ده صعب ما كان موجود في مصر قبل كده يا جماعه مش كان موجود اللي بيميزنا برضه وانا حاسس مرضوه زي اللي بيميزنا الحمد لله في النادي الاهلي يعني عمرك ما طلعت لقيت مسؤول او لعيب او حتى لعيب مثلا يعني يعني ما طلعش بهذه العصبيه في الاداء وما طلعش بهذا الاسلوب في الكلام ومقوله برضه الاهلي فوق الجميع الناس اللي كانت زعلانه من الجمله ديت لا خدوها على محمل تاني وبداوا يترجموها بشكل تاني بالرغم ان الاهلي فوق الجميع بمعنى فوق جميع ابنائه بالظبط الاهلي فوق جميع ابنائه وكيان النادي الاهلي هو اللي باقي باختلاف الاجيال بقى لعيبه مجلس اداره بتتكلم على كل حاجه شوف يا كابتن هاني انا بالنسبه للاخ يعقوب السعدي منذ بدا كان عمل اللي هو القاهره ابو ظبي بالظبط مع الكابتن محمود الخطيب وطبعا ايهاب الخطيب والمجموعه دي أنا كنت بحس في التقارير بتاعته سواء عن مصر أو عن النادي الأهلي إن هو عارف لما حد يبقى عاشق هو عاشق حقيقي يعني كل لفظ وكل كلمة وطريقة أدائه يعني راجل شقيقنا ومن الإمارات لما يعشق مصر ويعشق النادي الأهلي ويفتخر تماما بالحتتين دول وبيقولها زي ما انت شايف كده برنامج ناجح جدا على فكره نعم طبعا برنامج ناجح تحس ان كلامه بيوصل على طول يعني لانه هو طالع من القلب ده حقيقي فالكلام بيوصل للقلب ده حقيقي وكلام بيوصل من القلب وخلونا كمان الكابتن الكبير طبعا كابتن محسن صالح عاش فتره طويله كمان في الامارات وفي دبي وكمان بعت يعني حاجه طبعا الاعلام الكبير يعقوب السعدي خلينا اقراها لكم بيقول له فيها فيك حاجه منها وفيها
تشبه كتير شباب حواريها. ايه الشعر الجميل؟ نفس اللون والملامح وخفة الدم اللي مشهور بيها، اصيل زي اثرها وماضيها، تشبه ايقونة صورتك منقوشة في صخريها. ما فيش مناسبة الا واشرت واثبت عليها، كأنك ابنها واكتر من ناس كتير حواليها. شهادتي فيك مجروحة جنب اللي مدحوك بعد وصفك ليها. ده الكابتن موهبة جديدة عند كابتن محسن صالح، يعني عامل على تويتر بحب. لاني كمان زي ما قلت لكم هو كمان كابتن محسن يعني طبعا يعني اسطوره من اساطير النادي الاهلي، صديق وعاش في هذا الكيان، وكمان صديق وعاش تجربه كبيره جدا ناجحه مع في الامارات مع طبعا الاعلام الكبير. لا بس فعلا زي ما قال الاستاذ سامي كده، احنا كده بنكتشف شاعر شاعر جميل اسمه محسن. هي دي الرؤية، يعني انا باخد من كل دوت لسه في حاجات حلوه كتير، والناس اللي زي ديت يعني اكيد بيحب النادي الاهلي، لكن حبه يعني لمصر. وكان معانا من خلال زوم على في الانترو، وهو يتمنى ان الصوره تخرج، وبيتكلم ان مصر هي الكسبانه من هذا اللقاء التاريخي. عايزين نركز على كل دوت، عايزين نركز عليها جدا جدا، ان المكسب بتاع بكره ده لمصر. يعني هي مصر اوريدي الكسبانه، هي مصر كسبت يعني النهارده. يعني مصر مش عندها 14 لقب في هذه البطوله، مظبوط. يعني محتاجين يبقى ال 15 ويبقى احنا التوب، يعني مصر اولا واخيرا. يعني ده الشيء المهم جدا اللي احنا بنتمناه ونسعى له. عايزين نشوف نهائي جميل ونفخر بيه ويزيل كل الشوائب السابقه، ونحس ان احنا يعني في نقطة مهمة جدا كابتن هاني، احنا بنتعاقب لحد دلوقتي ان مفيش جمهور، يعني بسبب هذه العصبية اللي احنا بنتكلم فيها. عندك حق، بنعاقب انفسنا، بنعاقب انفسنا. احنا المتعة كلها ان احنا نكون في الاستاد ونعيش الساعتين الحلوين بتاع اي ماتش ايا كان، اهلي زمالك، صحيح. ونقف ورا كل فرقة بتلعب قاريا، يعني الاجواء دي كلها محتاجين نسترجعها تاني. انا اتفق معاك تماما، لان في عقاب احنا بنعاقب انفسنا بيه، يعني بالرغم من ظروف كورونا، وكان السبب يمكن الكبير عدم يعني الاختلاط، لكن كمان جزء ان التوتر اللي حدث يمكن السنين اللي فاتت بشكل كبير من 2011 كمان بتخلي المسؤولين عندهم نوع من انواع التردد. تخيل لو الاجواء يعني اجواء صحيه جدا كان قبل كده الجمهور بيحضر عادي. هي جت فترة برضو، معلش يا كابتن، اللي هي فترة الانفلات الامني وفترة الاخوان طبعا المشاكل اللي حصلت في مصر، هي اللي ادخلت اللي هو الاستقطاب الشديد. يا معايا، لو مش معايا تبقى عدوي. يعني جماهير الكورة تم تسييسها، تم تسييسها في وقت من الاوقات، وتم تسييس الطوائف الالتراس. يعني احنا دايما بنبص لقدام ودايما بنبص للافضل، وخاصة ان احنا عندنا الافضل، ودايما عندنا زي ما حضرتك بتتكلم. يمكن امبارح او اول امبارح الفيفا بتنزل تقرير شيء رائع عن الكره المصريه بشكل عام، بيقول لك مشوار الاهلي والزمالك على البطوله الافريقيه كان رائع، مشوار حتى الدوري استكماله كان بشيء جيد جدا، المنتخب المصري، بنتكلم على المنتخب الاولمبي. فعندنا حاجه حلوه زي ما بيقولوا كده في الشعر، حاجه حلوه. المفروض نبني على كل الحاجات الحلوه اللي عملناها، ان احنا نتقدم للامام، وزي ما الاستاذ سامي بيقول يعود الجمهور، لانه هو الجمهور كده هو اللي متعاقب، يعني هو اللي بيعاقب نفسه. وكان في حد ليه مصلحه ان الجماهير ما تحضرش، وكان في يعني برضو يعني لا، هو في يعني الوعي غائب شويه، الوعي الغائب يعني عن الشباب، عن اللي بيلاقوا نفسهم متعتهم في السوشيال ميديا والتحفيل على بعضنا البعض. يعني مش هي دي الرياضه فعلا، ان انا اكون في الملعب واستمتع بفرقتي، وزي ما قال الاستاذ جمال اساندها بقوه وافرح بالخصم كمان، يعني زقاجات يا سيدي. ما انا طبعا بنتفرج على الريال والبارسا وافرح بيه برضه، يعني هو الريال ايه المشكله؟ يعني انا لما اغلب المنافس، بلاش الخصم، اغلب المنافس وافرح بيه وزقطط وكل حاجه، ايه المشكله؟ وبعدين على فكره برضو اضافه برضو الكلام استاذ سامي، نقطه ان احنا لازم نبقى عندنا وعي والتزام، بس كمان لازم القانون
ده اللي كنت هقول. بص بقى تطبيق القانون، مفيش بقى تبطيب ومفيش طب خلي بالك لا. طب ايه اللي يغلط يتقطع بيتقطع رقبته يعني دي؟ ما خلاص انت دخلت في خطوات، الكره بقت امن قومي دلوقتي يا جماعه. لا ويبقى في خطوات، اولا العقوبه هنا لحمايه الشباب مش ضد الشباب، انت مش بتعاقبه عشان عمل حاجه سيئه، لا انت بتعاقبه عشان هو بيضر نفسه. ما احنا برضو كلنا كنا في السن الصغير ده بيبقى فيه اندفاع شويه وفي حتى تعصب زياده، لكن بعد ما بنكبر ما نتفرج على لعيبه الكره نفسهم. يا كابتن لعيبه الكره نفسهم، حضرتك اتكلمت عن الاحتراف، الاحتراف ده من اول ما اتطبق الناس لسه مش قادره يعني تصدق ان اللعيبه مع كل الاحترام للانتماءات ولائهم النهارده للنادي اللي بيلعبوا فيه. يعني ممكن تلاقي لعيب، ما انا مش هنجيب اسماء دلوقتي، بس في لعيب اللي هو يقول لك ابن النادي، وبعدين تكتشف ان ابن النادي ده في لحظه بقى ابن نادي تاني على طول. فانا اللي عايز اقوله يا كابتن هاني من الموضوع انه احنا طالما اعترفنا بان هناك شيء اسمه الاحتراف فخلاص نطبقه، وكمان المشجعين او الجماهير يشجعوا باحترافيه برضو شويه. ما هي دي المنظومه كلها اللي بتكلم عليها. احنا دلوقتي في خلل موضوع، يعني كلنا متفقين ان في خلل في عمليه الروح الرياضيه عامه، في خلل موجود. دكتور اشرف صبحي بيقوم بدوره كوزير انه بيحاول يعمل اجتماعات دعوات ونادوات ومؤتمرات، ده شيء يحترم عليه، توعيه في اطار كلها في اطار التوعيه تمام. لا في جزء كمان على حضراتكم الاعلاميين طبعًا. الجزء الاعلامي مهم جدا طبعًا. في الرقابه على الانترنت، الخروج عن النص في بعض المنشورات اذا كانت على السوشيال ميديا ممكن جدا تتطبق. فاحنا بنتكلم بالزبط. في ثلاث مناطق لو اشتغلنا عليها بجديه وبحزم اعتقد الموضوع ده هيقل. يعني احنا ما بنتكلمش على بكره هيحصل الكلام ده بكره ولا بعده، انت بتتكلم على تفكر في سنتين ثلاثة بعد كده ممكن يحصل ايه. بس بكرة هنبني عليه حاجة كتير قوي، احداث بكرة ان شاء الله. لا بكرة انا يعني هنبني عليه حاجة كتير قوي ان شاء الله. انا يعني تكون ايجابية، يوم احتفالية فعلا كروية مصرية نفرح بيها ونسعد بيها ونبني عليها اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. انا عنيف شوية يعني انا بطالب اتحاد الكورة يا كابتن معك. بطالب اتحاد الكورة او الاتحاد الافريقي في هذه الحاله انه لما حد يخرج عن الروح الرياضيه والسلوك الرياضي يبقى في عقوبه مشدده. النهارده انا ما سيبش المنظومه كلها رهن الايه تصرف لاعب، ممكن اللاعب ده مع كل الاحترام ليهم بس في لعيبه بتفقد السيطره على نفسها صحيح. خالص يعني فجاه كده تلاقيه حس ان الملعب ده بتاعه وان الفرقتين دول مش مهمين هو اهم واحد. فطبعا ده كلام العقاب، من عشان كده دايما بقول القانون، تطبيق القانون، تطبيق القانون هو الحل في جميع طبعاً. في جميع مشاكلنا ان شاء الله نتمنى بكره مباراه تليق باسم مصر وان شاء الله باذن الله يتوج النادي الاهلي بامكانياتنا طبعا اكيد كده. اكيد والصوره تخرج بالشكل المناسب يعني طبعا. استاذ جمال بنشكرك شكرا جزيلا، استاذ سامي نورتنا وشرفتنا، كان لقاء اكتر من رائع، سعداء بوجودنا معاك دايما بتنورنا دايما. بعد الفاصل ان شاء الله معانا نجوم كبار، معانا الكابتن عادل عبد الرحمن، الكابتن اسامه حسني، والكابتن هاني العجيزي.